السلام عليكم. من الأهداف الشرعية الأساسية لإقامة أي دولة هي حماية ممتلكات رعاياها، ووضعت الشريعة الإسلامية الغراء أحكاماً واضحة تحرم الاعتداء عليها، وفي المقابل وضعت أيضاً شروطاً تحكم إجراءات نزع الدولة للممتلكات الخاصة تتمحور بالأساس حول تحقيق مصلحة عامة معتبرة شرعاً. وغير ذلك يعني أن إقامة الدولة أعطت نتيجة عكسية، فالأصل في أملاك وأموال الناس عصمتها وتحريم التعرض لها بغير سبب شرعي كما في نصوص الكتاب والسنة النبوية. حكم الإسلام في ترهيب وترويع الناس وتشريد الأسر بهدم بيوتهم وزيادة معاناتهم المعيشية والاقتصادية بغرامات مالية مجحفة لتسوية مخالفات البناء وغيرها من السياسات الاقتصادية القاسية موضوع حلقة اليوم من برنامج فقه المال مع فضيلة العلامة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فأهلا ومرحبا بك معنا فضيلة الدكتور. يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا بك. قبل البداية ننوه لكم مشاهدينا الكرام بأننا نستقبل بإذن الله تساؤلاتكم الفقهية والشرعية حول موضوع الحلقة على الهواء مباشرة من خلال البث الحي لبرنامج فقه المال على الصفحة الرئيسية للقناة على الفيسبوك. فضيلة الدكتور، كيف أولت الشريعة الإسلامية اهتماما بالممتلكات الخاصة وحافظت عليها من أي اعتداء كان، سواء من قبل الدولة أو من قبل أفراد؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. إخوتي وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أمن وأمان وتحية عفو وعافية في ديننا وأبداننا جميعا، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يخفى على الجميع، كل من يقرأ القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة يجد أن هناك مئات من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحرم جميع أنواع الاعتداء وجميع أنواع الإضرار بالغير في دينه وفي نفسه وفي عقله وفي ماله وفي نسله وفي عرضه وفي أمنه وفي أمانه وفي ممتلكاته الخاصة. فهي من الكليات الأساسية في الإسلام، وهي من أهم المقاصد الشرعية عند جميع المسلمين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة لأمته التي تتبعه، فقال في عام حجة الوداع، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث صحيح رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال سبحانه وتعالى أيضا حينما قال ولا تبغي الفساد في الأرض، فعدوان فساد، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ووصف الله سبحانه وتعالى أشد أعدائه بهذا الوصف، فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أما إخراج الناس من منازلهم فهذا من أكبر الكبائر، حتى إن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن القتال، عن قتل الناس في المسجد الحرام، فقال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إخراج الناس من بيوتهم من ديارهم من قراهم أكبر عند الله سبحانه وتعالى من القتال في المسجد. بل إن الله سبحانه وتعالى أساسا شرع الجهاد لأجل هذا، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم. هذا أهم الأسباب. بل إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل بإيذاء الحيوانات وإخراجها من أماكنها. ورد في حديث صحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال الرسول صلى الله فقال سيدنا الرسول صلى الله عليه انطلق لحاجته، فنحن رأينا طيرا يسمى حمرة، وطبعا هي طارت ولكن لها فرخان، فأخذنا فرخيهما، فجاءت الحمرة هذا الطير فجعلت تفرش وكذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى هذا الطير؟ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة؟ هذا في فرختين، فما بالك بعشرات الآلاف. أنا حقيقة قرأت حتى لا يكون كلامي يعني عاما، أنا أتيت بالتصريح الذي صرح به الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية، فلننظر ماذا يقول هذا الرجل في المخالفات التي تريد الدولة بعد 80 سنة 90 سنة في نظرهم أن يهدموها. يقول حجم المخالفات في المباني يصل إلى 2 مليون و800 ألف مبنى، وحجم في الوحدات السكنية 1,700,000، تصور. وفي دور السكن وملحقاتها 400,000. ثم قال باختصار شديد، قال يصل حجم المخالفات في جميع أنواع المباني والأراضي والعقارات والمساجد إلى كم؟ إلى 20 مليون وحدة. طيب وكم وحدة يعني بدل ما ناس يعني مفروض إنسان يفتخر بالبناء، كم بنت دولة السيسي من المباني لهؤلاء الغلابة؟ 20 وحدة وأرض ومسجد تدمر. وأيضا تصريحات يعني تصريح رسمي، 35 مسجد دمر بس في الأسكندرية. وأساسا وزير الأوقاف قال قبل شهر رمضان، قال نحن نريد، لقد قمنا بمنع الصلوات في المصليات والمساجد، وعدد ما يصل أو لابد أن يصل إلى، تصور، إلى 25,000 مسجد ومصلى وزاوية. 25,000، وهذا التصريح من وزارة الأوقاف وذلك من وزارة التنمية. هذا الحجم إخوة الكرام، ما ذنب شرع؟ أنا أتكلم عن جانب الشرعي وحتى الجانب القانوني. جانب القانوني في الحقوق الخاصة، هناك شيء اسمه التقادم، هناك بعض الأشياء يتقادم ب3 سنوات. طيب فضيلة الدكتور دعني أقاطعك، أو اسمح لي بالمقاطعة، وبالتأكيد سنأتي على بعض التفصيلات، يعني كل حالة سنأخذها بالتفصيل ونعرف رأي الشرع فيها، ولكن كي يعني نضع إطارا عاما لهذه الإشكالية، إشكالية أن يكون هناك دعنا نقول نزاع ما بين الدولة وما بين أفراد في هذه الدولة. الدولة من وجهة نظرها تقول بأن هناك مخالفات، سواء بناء على أراضي تخص الدولة أو بناء على أراضي تخص الأفراد ولكنها مخالفة من الناحية القانونية، سواء كانت هذه الأراضي أراضي زراعية أو غير مسموح بالبناء فيها بشكل عام، أيا كانت هذه الأسباب التي ساقتها الدولة. أنا هنا أريد تأصيل من الناحية الشرعية، فكرة هدم المنازل أو فكرة إخراج يعني أصحاب هذه المنازل من المنازل من الناحية الشرعية، هل هناك ربما طريقة للخروج من هذه الأزمة إذا ما سلمنا بأن الدولة لها حق في أن تفعل ذلك لمخالفة أصحاب هذه المباني، وفي نفس الوقت يعني المصلحة العامة تقتضي ذلك كما تسوق الدولة المصرية؟ ما الطريقة الشرعية لحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطن في هذه الحالة؟ تمام، جيد. حقيقة من ناحية الشرعية هناك لهذه الحالات تقريبا 3 حالات أساسية. أولا أموال العامة، أموال الدولة.
إذا صار هناك اعتداء بسبب فساد أو بسبب المجاملات ومضت عليها السنون فلا يجوز لأموال العامة، فإنما على الدولة في هذه الحالة أن تنظر إلى ما هو المصلحة. اليوم المصلحة هو مثلا إبقاء هذه، لأنه هذا مفسدة، يعني قضية أنها تهدم هذه المساجد وتهدم هذه البيوت التي بنيت على الأموال العامة فيها مفسدة كبيرة جدا. فعلى الدولة أن تقوم بعملية التصالح، وخاصة الدولة هي مثلها مثل ما أنت قلت في التقرير، مثلها واجبها حماية أمن المجتمع، واجبها توفير الأمن والأمان، واجبها توفير الطعام، واجبها توفير السكن كما قال سيدنا عمر، ولذلك لم يأكل سيدنا عمر إلا الخبز الجاف، قال لأن شعبي لم يتحقق له ذلك. لا، فواجب الدولة أن تحقق للمواطنين جميعا المسكن ومتطلبات الحياة. فإن كانت الدولة قصرت في هذا الجانب والناس ذهبوا وأخذوا هذا الأراضي وبنوا عليها، واجب الدولة الآن أن تصلح هذه بما هو يحقق الخير لهؤلاء، دون أن تؤدي إلى رميهم وإلى إخراجهم. كما إذا 20 مليون معناه حوالي تقريبا 20 مليون شخص على أقل تقدير يتضررون، هذا ضرر عام، هذا ضرر العام في ناحية الشرعية لا يجوز. هذا الإخراج من الدولة لهؤلاء لا يجوز. هدم المساجد أساسا قال علماؤنا بالإجماع بأنه إذا بنيت مسجد أو مساجد على أرض عامة واحتاج إليها الناس هذا هو المطلوب. ولكن وزير الأوقاف المصري قال أنه لا يجوز أيضا بناء المساجد مطلقا أو غيرها على الأرض مغتصبة على حد قوله، وأضاف بأنه كما يعني لا يجوز أيضا بناء البناء على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص حتى بالمخالفة للقانون، فما رأي الشرع في ذلك؟ نعم، أرض خاصة هذا نأتي لها في الحالة الثانية. حالة الأولى أنا أتكلم عن أراضي عامة، الواجب من الدولة توفير المساجد للمواطنين بقدره، فإذا لم يقوموا وقاموا بأرض وقفية، لأن أرض مصر بالمناسبة كلها وقف شرعا أوقفها سيدنا عمر، أرض مصر وأرض الشام وأرض العراق هذه كلها وقف، يعني قصدي أراضي الأميرية أراضي الحكومية، فبالتالي يجوز لهم شرعا أساسا إذا لم تقم الدولة وقاموا بهذا الواجب وكان هناك تقصير في هذا الجانب وبني وصار واقعا، لا يجوز للدولة أن تهدم المساجد مهما كان، وإن ولا يجوز لهم أيضا أن تأخذ الدولة فلوسا على هذا، لأن هذا هي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يعبد فيها، فلذلك وسعى في خرابها، ليس هناك من هو أظلم ممن يسعى في خراب المساجد، هذا يدخل في هذا المجال. أما الذي يقوله وزير الأوقاف حقيقة الذي أجازه أساسا قتل الناس وحرق الناس، لا يستبعد منه أن يجيز هدم المباني وهدم المساجد، وهو كما يقول يريد أن يمنع 25,000 مسجد ووحدة. نعم، فلذلك من ناحية الشرعية هذا لا يجوز أبدا أن تقوم الدولة، إنما على الدولة أن تنظم هذه الحالة للمستقبل. حتى وإن كان فضيلة الدكتور يعني هذا المسجد بني بطريقة غير مرخصة، هذا وحتى وإن كان الأرض ملك للدولة كما تقول الدولة، ولكن ماذا إذا تعارض مع مصلحة عامة مثلا كإقامة طريق أو كذا؟ الله يبارك فيك، حتى ما نخلط الآن، إحنا الآن النوع الأول، النوع الثاني شوف أختي الفاضل، إذا خلي نخلص من هذا الموضوع، هناك الآن أملاك عامة، قام المواطنون لحاجتهم ببناء مسجد وصرفوا عليها مئات الآلاف، اليوم وطبعا وسكتت الدولة وسكوتها دليل على رضا، اليوم لا يجوز في عرف أي عالم شرعي هدم هذه المساجد وتدخل فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يعبد في أن يسأل أن نعم وسعى نعم. في خرابها. شوف، فلذلك هذه الآية الكريمة يعني تشملهم. أما قانونيا ينظم ولا يكون هناك فساد، نعم معنا مع تنظيم الدولة لقضية الاستفادة من الأموال العامة، أما هدم وتخريب المساجد بعد بنائها ومضي سنوات فيها وربما جاملوهم
هذا الآن لا يجوز. نأتي إلى النوع الثاني، هناك مساجد فلنفرض بنيت على أراضي الأشخاص، نعم هنا في هذه الحالة ليست الدولة، هذا يسمون قضية خاصة، حقوق الناس، حقوق الخاصة، حقوق الخاصة ليست من صلاحية الدولة كما يسمون، حتى نحن عرفنا القانون، الحقوق الخاصة هي مما يسمى تحركها، لا تحركها النيابة، إنما يحركها أصحابها، فإذا اشتكوا أصحابها على المساجد لهم الحق في التصالح فيما بينهم، وإذا لم يصلوا إلى التصالح بالتأكيد هذا المسجد كان غير صحيح، لأنه بني على أرض مملوكة لفرد بدون الإذن، فهنا نعم هذا لا بد إما من التصالح، وإذا لم يصلوا إلى التصالح يمكن أن يهدم هذا المسجد في هذا، أنا أتكلم عن هذا. أمر آخر، هناك شيء يسمى التقادم في القانون وحتى في الشريعة، عندنا في المذهب الحنفي إذا مضت 15 سنة أو مثلا في الشريعة إلى في بعض الحالات يعني أكثر من ذلك، فإن هذا يكسب الحق، وبالتالي لا يجوز للدولة مباشرة أن تهدم هذه الأماكن أو المساجد التي مضت عليها 15 عاما، ولا سيما في حقوق الخاصة. في الحقوق العامة ذكرنا حالتين، حالة قديمة ومضى عليها وسكتت عنها والآن لا يجوز لها، إنما الدولة تستطيع إذا كان هناك مخاطر في هذه المباني، زي ما بنيت حقيقة عمارات كانت مهددة بالسقوط، هذا نعم هذا يجب على الدولة أن تفرض. أما الآن القضية بصراحة، أنا درست هذه المسألة، ليست قضية حماية الممتلكات، القضية قضيتان، القضية الأولى تقليل من المساجد وتغيير معالم مصر الإسلامية العربية إلى مصر آخر، بدليل لم يهدم أو لم تهدم كنيسة واحدة، وأنا هذا عندنا ربما سمعتم اعتراف أحد القسوس قال والله لم تجرؤ الدولة بهدم كنيس أو كنيسة واحدة، بينما حوالي عشرات المساجد هدمت. إذن بالإضافة إلى أن ذلك إحنا نرى كما شهدنا تبنى الكنائس في الطرق، إحنا ما عندنا مشكلة في حرية الأديان نحترم ذلك، لكن أن لا تحترم حرية الدين الإسلامي وتحترم هذا شيء نحتاج إلى النظر. الأمر الثاني بصراحة هي قضية كما قال المتحدث، يريدون أن يجمعوا هذه الأموال لأن خزينة الدولة أفلست وسيسي أفلس حقيقة وفشل في إدارة الاقتصادية، الآن ديون مصر تضاعفت تقريبا 6 أضعاف عما كانت عليه في عند الرئيس الشهيد المرسي بإذن الله تعالى، فلذلك هو يريد أن يجمع هذه الأموال لما يسمى بالبنية التحتية وما أشبه ذلك، هذا هو السبب، وإلا معقولة 20 مليون وحدة الدولة تهدم، وبعدين كل متر أو كل كذا ب50 جنيه ولا مش عارفة بكذا بمبالغ طائلة، ولو كان هناك شيء تسامح شيء من الأشياء معقول، وخاصة المساجد كيف يعني تبنى دون أي إذن، هذا بأي مذهب بأي دين؟ نعم القرآن الكريم الآية أنا في وقته، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية الكريمة أنا قرأت جزءا منها، الآن هذه الآية يقول لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. فمع الأسف الشديد اليوم أنا هذا الذي يؤلمني، أصبح بعض من ينتسب إلى العلم والأوقاف يحرفون كلام الله، يحرفون المبادئ الأساسية، هذه الإشكالية الكبرى. نعم طيب فضيلة الدكتور، نعود مرة أخرى إلى فكرة البناء المخالف على أراضي الدولة، تقول أنها أقيمت هذه المباني بطريقة مخالفة للقانون، من الناحية الشرعية والشرعية فقط، وأريد هنا التأصيل الشرعي لهذه المسألة، أليس من الأولى محاسبة المسؤولين الذين أهملوا وتراخوا في إصدار التراخيص؟ أريد هنا تحديدا حكم الشرع في تحصيل هذه الأموال، إن كان هناك أموال خاصة بعقوبات أو غرامات أو ما شابه، تحصيلها من هؤلاء نتيجة لتواطئهم أو تدخلهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية مقابل هذه التسهيلات. باعتراف الدولة أن بعض هذه المخالفات تعود إلى 40 سنة، باعتراف رئيس الدولة،
وأحد المساجد بني هدم عمره 97 سنة. فلذلك هذه القضية شرعا كما قلت وأؤكد أنه هذه الأمور إذا بنيت على أموال عامة وسكت عنها الدولة لأي سبب من الأسباب فإنه لا يجوز لمن يأتي أن يهدم، وإنما يجب على الدولة أن تنظم، وإنما يجب على الدولة لو كانت صادقة أن تعاقب المسؤولين. إذا كان لا زال هو عنده كان يعني بعض المسؤولين الكبار في تلك الفترة، لماذا لا يحاسبهم ولا يدخلهم في السجون؟ وهناك يعني كبار من الوزراء ورؤساء الوزراء في عهد مبارك وفي عهد سادات، وربما حتى بعضهم في عهد جمال عبد الناصر رحم الله الموتى جميعا مهما نعم. فلذلك لماذا لا يحاسب هؤلاء؟ هذا أكبر دليل. ولذلك أنا قلت يعني أكبر المؤشرات تدل على أن رجل يريد حقيقة يعني تغيير كما هو وعد البنية التحتية والهوية الإسلامية العربية التي دائما المساجد هي أحد رموزها. دائما أنت لما تدخل مثلا لما ندخل في أوروبا على طول أول ما نشاهد في يعني أماكن العامة وكذلك والساحات العامة تجد الكنيسة الضخمة الفخمة، دليل بأن دولة مسيحية. فإذا إحنا لا سمح الله عملنا هكذا وهكذا معنى ذلك يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. فلذلك والأموال التي تأخذها الدولة أموال حرام بهذه الطريقة بالإجبار، يعني الذي يأخذها من هؤلاء لابد كما قلت لو كان أولا يحاسب هؤلاء. أما إذا كان جديدا اليوم في عصر سيسي عمل هذا لابد أن يحاسب هؤلاء المسؤولين في عصره واللي قبله إن كانوا موجودين. أول مسؤولية شرعا على هؤلاء، ثم بعد ذلك كما قلت على هؤلاء، لكن يجب أن يتعامل معهم هو كدولة. وأساسا توفير السكن من مستلزمات الدولة. فإذا كان هؤلاء الدولة بدل ما توفر لهم مستلزمات الدولة تهدم سكنهم هذا أمر غير مشروع، وما تأخذه الدولة حرام وسحت حقيقة، لأنه فيه ظلم وفيه إخراج وفيه هدم. كل ذلك كما قلت من المحرمات. إذا كان مع طائر لا يجوز للإنسان أن يؤدي إلى فزع طائر بأولاده، فما بالك ونحن رأيناهم دول كل واحد ورموا العفش والأشياء بشكل مؤذي ومذل لا يقبل به الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على وجودك معنا، على أمل اللقاء بك بإذن الله ومشاهدينا الكرام في الأسبوع المقبل. شكرا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم ولقاء جديد من فقه المال. إلى اللقاء بحول الله.